في شأن آخر، دعا الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز والزعيم الليبي معمر القذافي قادة دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية إلى تشكيل تحالف بين القارتين لمواجهة ما أطلقا عليه ميراث الفقر الذي تركته إمبراطوريات الشمال. جاء ذلك في افتتاح قمة دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية المنعقدة في فنزويلا. تعاون الجنوب مع الجنوب هو المصطلح الأكثر استخداما في هذه القاعة، حيث مقر انعقاد قمة أمريكا الجنوبية وإفريقيا. فالمشاركون من نحو 30 دولة من القارتين يأملون في مواجهة مخاوف مختلفة والتعاون في مجالات عدة مثل مكافحة الفقر وإصلاح الأمم المتحدة والطاقة والاقتصاد والزراعة والتعليم. الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز الذي تستضيف بلاده القمة لديه طموحات كبيرة، فهو يأمل في مد نفوذه خارج أمريكا اللاتينية وصول إلى القارة السمراء. تشافيز وصف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالقوى الاستعمارية، داعيا إلى بناء عالم متعدد الأقطاب ومواجهة ما وصفه بالهيمنة الاقتصادية الغربية، وطالب بمزيد من التعاون بين القارتين. وعلى سبيل التعاون، أعلن تشافيز بالفعل نية بلاده إنشاء مصفاة للنفط في موريتانيا تنتج ما بين 30,000 إلى 40,000 برميل يوميا، وستصدر إنتاجها إلى مالي والنيجر وغامبيا. الأرجنتين أعربت عن أملها في أن تتحول إفريقيا يوما ما إلى منتجة ومصدرة للغذاء، وأعلنت استعدادها لتقديم التكنولوجيا والخبرات. القمة تشهد أيضا ارتفاع الأصوات الناقمة على النظام العالمي والمطالبة بقوة إفريقية لاتينية. القوى العالمية تريد أن تحتفظ بسلطاتها، عندما كانت لديها فرصة لمساعدتنا عاملتنا مثل الحيوانات، دمرت أراضينا، والآن يجب أن نبني قوتنا الخاصة. وستقر القمة وثيقة تدعم علاقات أكثر قوة بين القارتين، وتحث الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي على منح الدول الفقيرة سلطات أكثر.